عدة نقاط يعني ما خلاو لي ما خلاو شي موضوع غنتكلم فيه، ربما غادي نجيب واحد الموضوع اللي غريب شويه وكيضحك، ولكن ما كيضحكنيش انا الا كان غيدخل لي واحد طرف الخبز والاخوان ديالنا المهنيين مرحبا. وهاد العمل اللي بغينا نقوموا به بهذه المناسبه ديال عيد الاضحى يعطيونا شي ترخيص نهزوا الحواله، لانه الحولي كيتهز ب 70 درهم حتى ل 100 درهم، يعطيونا شي ترخيص نهزوا الحواله، وديك جلبانه واللي باغي الفاخر حتى هو نديوهم، لان هاد المسؤولين ما بغاوش يفيقوا وما عمرهم غاديين يفيقوا. وميساج للطاكسيات من الابناء جلدينا، كنقول لهم الوقفه معروفه علاش، وانتم راه كيستقطبوكم اصحاب الاحزاب وكيباغي تراسوا الاحزاب، الله يسهل عليكم. وهذاك اللي تيقول احنا دايرين وقفه، هو كيقول راه محركه اليوم، قولي راه محركه عندك اليوم، وقولي غدا راه غادا تحرك عندك. الا تكلمت على المازوط حديت ولا حرج، كتلقى المواطن اصلا ما كاينش اللي عنده السياره عاديه كيركب عليها، علاش ما يديرش هو وقفه؟ علاش حنا بعدا ضاربونا مع ايدينا ورجلينا؟ كنهضر انا كندرج باش الميساج ديالي يوصل، كنهضر عفوي، كنتكلم عفوي، خلينا من انا واخواتها. حنا كنبقاو كنتكلموا بزاف، حنا كنبقاو كنهضروا بزاف، عارفين هاد المسؤولين ما عمرهم غيديروا معنا شي حل. واش واحد دير 500 غزال شبرها، واحد قتل مرأة كيشد الحبس، مواطنين عاديين حنا كنبقاو نصرفوا عليه. الا جينا نهضروا، الا تعمقنا في هذا الشيء راه غادي نلقاو معاناه ماشي غير عند الطاكسي، المغرب ولا كله كيعاني. وحنا كنطالبوا من جلاله الملك هو يتدخل، كيف ما شفنا هذا الاخ مبديع 500 غزال، الله 500 غزال اصاحبي حشومه. واللي غادي نختموها بهذه الكلمه، وهي الله يلطف بينا. وكنقول هاد المسؤولين راه كثر الضغط كتولد انفجار، راه جايكم واحد الجيل اللي خرجتوا عليه حطمتوه، ما كاين البوفا والقرقوبي، راه ماشي كنأيد هذا الشيء، راه كاين واحد المنطقه كتباع فيها هذه المسائل هذه اللي محميه اكثر من شي مناطق اللي وسط المجال الحضاري. خرجتوا على هذا الجيل وغادي يطلع لكم واحد الجيل اللي ما غاديش يبغي يولي ويتمنى يموت. الحمد لله احنا راه الجيل الذهبي راه كنقادوا معاكم وكنحتارموا وكنقدموا المساعده، الدور اللي كنقوموا به احنا ما كيقوم به حتى شي واحد، وكنبغيو بلادنا. لولا الحب ديالنا للوطن ديالنا راه كنا غادي نديروا حتى حنا شراع يدينا. وبالنسبه للاخوان ديالنا ديال الاتحاد المغربي للشغل، راه ناس مثقفون واعين عارفين شنو كيقولوا. وما تنساوش الله يرحم لكم الوالدين، راه خصو لينا نهزوا الحواله. بعض المرات كنلقاو شي واحد عنده كليب صغيور كتقولوا ممنوع في الطاكسي، وهذوك الناس هما اللي كيخلصونا مزيان، هذوك الناس هما اللي كيخلصونا. خاصمتونا مع الزبناء، اللي كنوجه واحد النداء من هذا المنبر للزبناء، قسما بالله اللي ما كيحس بهذه المهنه ديال الطاكسي الا اللي عنده ولده في الطاكسي. هاد الزبناء ملي كيكونوا تاموا ثلاثه الناس، حاولوا نصلحوا داك الشيء بيناتنا. ملي تكونوا ثلاثه عطيو للطاكسي 10 دراهم، راه المسؤولين راه داروها خطه باش تخاصموا معانا، راه دايرين لنا علون احمر وكندوروا وسط من الدار البيضاء، ما كاين لا مجال حضاري لا والو. الطاكسي راه عنده مليون ديال لاسيرونس، عنده روسيط، عنده لاكريمو، والكريمه اصلا ما خصهاش تعطى لشي واحد اللي حنا نخدموا عليه، خصها تعطى لذاك المهني باش حتى نتوما يخفف عليكم. وتعاطفوا مع الطاكسي وما تبقاوش تسيئوا الطاكسي، راه كاين الصالح والطالح. وتا الطاكسيات دوك اللي معانا، بعض الطاكسيات الموسخين، راه كنوجه لكم واحد الميساج، حتى نتوما راه عانينا معاكم وبيكم نتوما باش كنتعايروا باش كنتسبوا. وختاما بقول الله سبحانه وتعالى، بعد عدونا فشتنا ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. الشر والخير راه كاين في طاكسي، ولا في التعليم، ولا في السلك الامني، ولا في اي كان، يعني كاين الصالح والطالح. ونقول لكم ميساج هذا للسكينه ديال، خاصكم تعرفوا راه كاين الاعلام الاصفر اللي كيترزق على ظهركم، راه كيدير اشهار للتطبيقات، وهذوك اللي كيخدموا في التطبيقات تامه، يعني الشباب العاطل حنا ما كنلوموش، غير هذا الباب خاصو الا كان غيكون راه ماشي بهذه الطريقه. راه كاين طاكسي عندنا ثانيه، واخا كنقول نختم لانه عامر شويه، عندنا الطاكسي، حنا غنديروا هذا الطاكسي، نديروا حنا كاع فيه ناس موسخين وناس نقيين. الوسخ كيتصبن
ما نجيبوش عليه وسخر التطبيقات، وملي غادي يساليو تما غيجيبوا لنا شي حاجه اخرى حتى هي تطبيقات اخرى. راه خصو لينا نديرو حمير ولا نديرو عربات، المهم الحواله ديرونا الترخيص قسما بالله الا كنجمعوا منهم الصرف. الحواله عطيونا الترخيص، نزلوا الحواله ونزلوا الكلاب، واللي ما كيخافش الله راه كاينه واحد الخدمه اخرى اللي كيدخلوا فيها حتى هي الصرف بزاف. والسلام عليكم ورحمه الله.